الو امينه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا اختي لاباس عليك. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. غنشارك معكم. بارك الله فيك، الله يكبر بك، شكرا. الله يبارك فيك ويعطيك صحتك. مرحبا. غنعطيكم ان شاء الله واحد جوج حليوات مالحين. اييه ان شاء الله. ان شاء الله مالح ديال الكوكيز. اييه كوكيز مالح واخا. اييه 140 غرام ديال الفورص. 60 غرام ديال الفرماج محكوك. نص معلقه صغيره ديال الحلوى. اييه 50 غرام ديال الزبده عاديه. شويه تاع الملح وجوج معالق كبار ديال الزيتون الاسود ملس، ما ماشي داك مكمش. يكون ملس، يكون قطع طريفات صغيوري. اين واحد الزيتون؟ داك الملس ماشي لا لا داك دابا جوج معالق كبار ديال الزيتون. الزيتون الاخضر ولا الاخر الكحل؟ نو الكحل. الكحل هكذاك. اييه ثلاثه معالق كبار ديال زيت العود. اييه ياك نخلطوا هاد المقادير كلها والزيتون نخليه هو الاخر. حيت كيكحل لينا العجينة. حيت غيكحل لنا العجينة. ديك الساعة فاش غنخلطو هادشي غنديرو على شكل بية ونهبطوه بالفرشات. وندخلو الفران. أمينة الله يجازيك بخير، ما تعاودي لنا المقادير ديال هاد كوكيز مالح. إيه لا لا. الله يجازيك بخير. 140 غرام ديال الفورص. 60 غرام ديال الفرماج محكوك. نص معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الحلوى. 50 غرام ديال الزبدة عادية. شوية ديال الملح. جوج معالق كبار ديال الزيتون اسود يكون ملس ويقطع طريفات صغيورين. ايه واخا. ثلاثة معالق كبار ديال زيت العود. نخلطوا هذا الشيء وكما قلت نخليو الزيتون هو الاخر باش ما يكحلش لينا العجينه بزاف. ونديرها على شكل بيه نهبطها بالفرشات. ايه. وندخلها للفران. ياك؟ ايه. وعندها لا المالح بأكريش. واخا. داك اللي تيكون على الخليل. ايه. كنشدوها لالا جوج معالق كبار. ديال اكريش مطحون. اييه اكريش. كاس زيت صغير سيترونيه ولكن يكون كاس صغير ماشي العنبه. اييه. كاس صغير. معلقه صغيره خميره ديال الحلوى. بصله بيضه كتكون محكوكه وكناخذوا غير الماء فقط. واخا يعني البصله نحكوها وكناخذوا غير الماء ديالها. غير الماء فقط. العصاره ديالها. ياك. معلقه صغيره سودانيه غبره. اييه. هذيك البنة ديال البكري. ايه ضامات البنة. ياك. البكري. 400 غرام ديال الفورص. واخا. غنخلطوا هاد المقادير كلها وغادي نطلقوها بالمدلك وواحد إشارة الملح نقدروا نديروا أونتخ بارونتيز لأن أكريش مالح. هي فعلا. نقدروا نديروا الملح ونقدروا نستغناو عليه أو نديروا غير واحد شوية فقط باش ما يجيناش هاد الملح مالح بزاف. وكنطلقوها بالمدلك وكتكون العجينه رقيقه وكنقطعوها مثلثات. اييه. ومن بعد كندهنوها ببيضه كامله. واخا. ياك هادو جوج ماشين كاين واحد عاوتاني. تفضلي. كاينه لالا رابعه زبده نباتيه. كاس تاع الماء. خماره وحده. سته الفرماجات مثلثين او مربعين حسب اختيار وحسب الموجود. كاس تاع الزيت، أربعة البيضات، معلقة كبيرة تاع الموطارد، معلقة كبيرة مايونيز، جوج حتى لثلاثة المعالق كبار زيت العود، ومعلقة صغيرة الملح، كنديرو هاد الشي وكنزيدو الفورص، ومن بعد كنقسمو هاد الخليط اللي عندنا حسب الرغبة، كتقطعي مثلا واحد الطرف كديري عليه زرية الكتان، وكتلقيه بالمدلك وتقطعي مريشمات. مريش مقلب او رابوز حسب اللي بغيتي. اييه. مرش ربع اخر كندير فيه النافع مطحون تا هو كنخلطو تا هو كنطلقو حسب اللي بغيت. واحد الطرف كنزيد فيه ثاني صلصه ديال المطيشه الحاره هذاك كنديرو على شكل حرابل. اما ندخلو المجمد نقطعو ونطيبو اما ندخلو الفران يتسهد واحد شويه ونقطعو. الطرف الاخر عندي الاختيار كاين الزعتر اللي بغيتي كاين الجنجلان. أيه. كاين السلاكان ما حسب الرغبه اللي بغات كل اخت. اييه فعلا حتى بالبصله المكرمه كيجي زوين. اييه وكيجي زوين هذا الملح حائل كيجي دائما زوين. الله يعطيك الصحه. لا وكنشكركم على هذا البرنامج. الله يبارك فيك. وكنبلغ السلام الكبير لمرت خويا خديجه صدقي هي اللي وراتني هذا البرنامج. اييه بلغي ليها السلام. اييه يعطيك الصحه اختي بارك الله فيك وصاحبتي حاجه سعيده كنسلم لها تسلم كبير.
وكل الاخوات اللي كيساهموا في هذا البرنامج، وشكرا. الله يبارك فيك. ما تغبريش علينا امينه، شكرا لك بزاف.